رح نتحدث عن القراءة، فن القراءة. قد ايه مهم اليوم نحن فعلا نتقن فن القراءة. القراءة مش بس احمل كتاب واقرأه مثل ما كنا عم نتحدث قبل شوي، لا، هناك فن خلف القراءة. رح نتعرف على تفاصيل كثيرة مع الدكتور والكاتب عبد الرزاق حاج مصطفى، صار معنا بالاستوديو. اكيد يسعد صباحك دكتور. صباح النور. صباح اهلا وسهلا فيك. بداية قبل ما نبلش بفن القراءة ونبدأ بنقاش نحو هذا الموضوع، خلينا نعرف المتابعين والمشاهدين على الدكتور عبد الرزاق حاج مصطفى. دكتور عبد الرزاق حاج مصطفى كاتب في العلوم الدينية والأدبية، خريج كلية شريعة جامعة دمشق، ثم بعد ذلك دبلوم تأهيل التربوي والماجستير التمهيدي، وأكملت في الجامعة فري يونيفرسيتي النيذرلاند الماجستير في فن المحاكاة، فن محاكاة الرافعي، في فن الأسلوب الكتابي وذوق السرد البلاغي. ثم بعد ذلك في 2020 كتبت أطروحة عن فن الرواية، تطور تاريخ الرواية قديما وحديثا ومعاصرا. هنا ما شاء الله عربيا وغربيا. بارك الله فيك. شرفنا فيك دكتور عبد الرزاق. يعني خلينا نبدأ من القراءة. نعم. كلاتنا يعني نهتم بالقراءة أوقات، نتركه أوقات. نعم. وعالمنا العربي بشكل عام يعني ما عنده هذا الشغف بالقراءة، لنكون صريحين وشفافين. يعني منلاقي تقصير بالقراءة. شو هو القراءة بشكل عام؟ يعني كيف نعرف القراءة؟ القراءة هي اللبنة الأولى لبناء أي مجتمع. لماذا أقول هذا الكلام؟ المجتمعات الغربية تعلم أطفالها منذ الصغر على اقتناء الكتب، والعامل الأساسي في ضعف هذه الصفة وهذه الحلقة إن صح التعبير الناقصة هي أو إيه نعم هي البحث العالم العربي حول المادة والعمل ولقمة العيش و الركض وراء هذه الأمور والمقتضيات. يقول لك أنا يعني ليش يعني هذا ابني خلي أحطه في مصلحة أو كذا وكذا. يعني ضعف قلة الوعي هو السبب الأساسي، في حين أنه حتى المثقفين في العالم العربي يحتاجون إلى دورات لفن القراءة. يعني تصوري في ألمانيا في مدينة بون، يعني أنت طالعة بالأوتوبيس شخص كامش رواية وعم يقراها. ناس في المشفى، في قلب المشفى بيوزعوا روايات للمرضى. حتى يعني في يعني انتشار الوعي، هذا هو العامل الأساسي. ولأنه الكتاب أيضا، هذا العامل الأول. العامل الثاني، الكتاب كتاب الغرب شجعوا من هذه المسألة، بمعنى كتاب نحن الكتاب العالم العربي أيضا في عنا استحياء، إما خوف من السلطات، خوف إنعم من السلطات، هاي أولا. أمر ثاني، في عندنا عدم التشجيع من قبل دور النشر أو وزارات الثقافة، في حين أنه في العالم الغربي أو الأمريكي أو الأرجنتيني العلماء والدكاترة كانوا مختصين في الرسم هيكلية لفن القراءة. في عندك وصفة مانجويل، لو أقل لك عن وصفة مانجويل راح تنصدمي. يعني أنا أسميها الوصفة اليهودية إن صح التعبير. يعني وصفة مانجويل هو رجل، يعني باختصار، يعني باختصار هو رجل بسيط استدعاه أمين مكتبة اسمه بورخيس، كان أمين المكتبة الوطنية في الأرجنتين، فاستأجره ليقرأ عليه الروايات فقط. بس تعال عندي على البيت وقرأ لي الروايات. نعم، فصادفه عندما ذهب إلى مكتبة الإنجلو ألماني. شوفوا في الغرب دول تتحد مع بعضها حتى في الاسم المكتبات. ممكن نحن نتحد بين بعضنا فقط، مثلا كويت بنك أو كذا، أو كويت ترك أو كذا، في الأمور المالية فقط، يعني لأن هي مسألة حساسة. فصادف في طريقه بورخيس، صادف مانجويل. وبورخيس هو من مواليد العقد الأخير من القرن التاسع عشر، يعني عاصر من الأدباء رفاعة الطهطاوي وعاصر جورجي زيدان، ودرس الأدب العربي مانجويل بعدين. لكن من الذي أثر فيه؟ بورخيس. لما كان يقرأ له الروايات، وبورخيس رجل طعن في السن وفي العمر، فلما كان يقرأ له الروايات أحب
قراءة الرواية أكثر من مانغويل، فألف كتاب بعد ما مات بورخس قال مع بورخس. فلما توفي كتب كتاب اسمه تاريخ القراءة، ظل 7 سنوات وهو يكتب هذا الكتاب، في حين أن عالمنا العربي الآن كتاب يستأجرون أكثر من 20 مؤسسة، مؤسسة خلينا نقول يعني ما هي دار نشر لكن ولا هي مؤسسة إعلامية، مؤسسة يعني فينا نقول للتنضيد والتدقيق والتنقيح، ويكتبون في السنة 6 مجلد ولا يجعلون في مقدمة الكتاب، وقد تم كتابة هذا الكتاب بمساعدة طلبة في جامعة كذا 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 كذا، وفقط يذكرون أسماءهم. وهذه هنا استغباء للأكاديميين الباحثين. أنا لما أكتب برسالة دكتوراه أو ماجستير أبقى أنتظر فيها 3 سنوات 4 سنوات، أتعب فيها، أسافر وأروح وأجي وأطلع، لأني يعني اليوم عندما نرى شخصية بارزة في العالم العربي وتستغبي الباحثين فهذا عامل سلبي. فأنا كيف أقرأ لك إذا كنت في السنة الواحدة تكتب 6 مجلدات يعني في التاريخ الإسلامي؟ يعني هذا اليوم فعنا عدم انضباط إذا بدنا نقول بمعايير الكتابة وبمعايير القراءة، بما أننا عرجنا على الكتابة لكن هو شوي بعيد عن موضوعنا اليوم، لكن خليني كمان تعقيبا على كلامك، اليوم الكاتب العربي لا يعتاش من مهنة الكتابة، يعني الكاتب العربي بتلاقيه الكاتب بالدول المتحضرة الأجنبية الغربية وما إلى ذلك هو مهنته الكتابة. لكن نحن عندنا الكاتب لازم يكون عنده مهنة أخرى يعتاش منها ويكتب لأنه هو يحب الكتابة. كيف تقيم هذا الوضع؟ أقيم هذا الوضع أنه الذي يمتلك الوقت، أولا الوقت بركة إن امتلك الإنسان التهيئة النفسية والإرادة، متى ما توفرت الإرادة توفرت البركة في الوقت واستمتع الإنسان بالقراءة. خلينا نعرج شوي على فن القراءة حتى أبين لك هذا السؤال بحذافيره. يعني أولا هناك فرق ما بين القراءة والمطالعة والحفظ. المطالعة هو جزء من القراءة، ويكون المطالعة فقط يعني بالنظر دون النطق، فإن نطق الإنسان فقد صار قارئا، والمطالعة قد تكون يعني قراءة تصفح، بمعنى أنا اشتريت كتاب صرخة من الأعماق للكاتب عبد الرزاق حاج مصطفى، وأنا لا أسوق للكتاب، لكن فأنا أول ما اشتريته في معرض الكتاب لقيته حجمه مثلا 300 صفحة فأنا تصفحته، فهذه اسمها قراءة تصفح. قراءة التصفح لا يجب أن أعرف أين أتصفح، يعني إذا لم يذكر الكاتب سيرة ذاتية في كتابه فقد ذهب نصف قيمته للكتاب. يعني كثير من الكتب نحن نشتريها في العالم العربي، أنا حاليا في ألمانيا أشتري والله كتب مستعملة من مصر أدفع أضعاف مضاعفة الشحن أكثر من الكتاب حتى تصلني وحتى أقرأها وحتى أستزيد من الرصيد الثقافي لدي. يعني كتاب صرخة من الأعماق هل يمكن أن أكتبه 100% من خلاصة عصارة فكري؟ لا، يجب أن أبحث في كتب أخرى. إذا أردت أن أكتب عن الفكر يجب أن أقرأ للشيخ مصطفى السباعي، يجب أن أقرأ للغزالي، يجب أن أقرأ لقطب، يجب أن أقرأ للعديد، لمحمد عبدة، يجب أن أقرأ لي أنا أعتبره قدوتي والذي أثر فيني مصطفى صادق الرافعي الذي كتبت عنه كتاب كامل ضخم من 500 صفحة. فيجب أن أتأثر وأن أقرأ لهم حتى أستطيع أن أكون فكر خاص لدي. طب هذا بالنسبة للكاتب، الكاتب يقرأ كثيرا بمجالات متعددة، ومثل ما ذكرت لما بيكون في أمامه مشروع معين فهو واجب عليه أنه يبحث كثيرا قبل أن يكتب. لكن القارئ البسيط، القارئ العادي، هل هو مطالب أيضا بتنوع بالقراءة أم هو يأخذ مجال معين؟ مثلا البعض يحب الروايات، البعض يحب الشعر وما إلى ذلك من الأنواع الأدبية الأخرى. اقرأ اللون الذي تحبه، واللون الذي لا تحبه لا تقرأه، مثل الأكل الإنسان اللي بيحبها، إن استساغها أكلها وإن لم يستساغها مجها أو تركها. لابد أن نقيم دورات في العالم العربي وفي اسطنبول وفي تركيا نسميها فن القراءة. أولا
في عندنا شيء ما قبل القراءة، وفي عندنا أمور أثناء القراءة، في عندنا أمور أيضا وشروط يجب أن تتحقق ما بعد القراءة. ما قبل القراءة في عندنا شيء اسمه التهيئة النفسية، يعني أنا لازم أحط ببالي بذهني، حضرتك جيتي لهون على البرنامج، لو لم يكن لديك تهيئة وإرادة أنه أنت تجي لهون الساعة الفلانية كان ما جيتي. فالعامل اللي ما بخليك تجي إما عامل ظرف طارئ وهو المرض لا سمح الله، أو الكسل والتكاسل. القراءة كذلك، لكي تطرد الكسل والتكاسل يجب أن يكون لديك تهيئة أنه أنا لازم أقرأ. ما هي التهيئة؟ نية لشراء الكتب، هي أولا. تدفع بالفلوس، مو والله تروح أعطيني هدية، أعطيني هدية. كثير من الناس ما أعطيتني هديتك مجموعتك، ما أعطيتني هديتك الأطروحة تبعك، ما أعطيتني كذا كذا. يعني لما الإنسان يدفع من فلسه هذا يعني أنه عنده تهيئة نفسانية ذاتية من الداخل تجذبه هذا الأمر. هذا الأول. الثاني يجب أن يكون عنده أمر ثاني، الطموح. إن كان الطفل يجب عليه أن يكون والأم لها دور في هذا الأمر، يعني الطموح. أنا وأنت طموحنا أن نكتب أكثر، أن يمكن حضرتك روائية، صحيح؟ أي نعم. لكي نطور من ذاتنا أكثر فأكثر علينا أن نقرأ أكثر، وأن نضع أخطاءنا بين من هو أعلم منا، فهو الذي ينصحنا. الطموح، تطوير الذات، تمكين الشخصية في الحياة، العملية، تكوين عنصر فعال في المجتمع. يعني أكبر مثال التهيئة اللا إرادية من النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، في غار حراء في جبل النور، قبل دعوة اقرأ كان يختلي الليالي الطوال، وكان يبقى أحيانا 3 ليالي. يعني هذه ما يعني ما اسمها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد، لا، هذا أمر رباني يهيئه الله سبحانه وتعالى أن يتفكر حتى تأتيه دعوة اقرأ. فلما تفكر النبي عليه الصلاة وعلى فكرة يعني التفكر هو أفضل أنواع العبادة، يعني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. يعني تفكر في حديث بيقول لك تفكر ساعة خير من عبادة شهر، يعني أو كما يقال عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه النقطة، يعني هذا ما قبل القراءة، التهيئة النفسانية. عندك الأمر الثاني التخطيط. إذا ما كان الإنسان شال دفتر صغير مثل ما أنا شايفه هذا وكتب فيه برنامج التخطيط، صعب. أنا وأنت مثلا بنحب الروايات، لازم نشوف شو معنى كلمة الروايات. لازم نقول أنه في عنا روايات فانتاستيك، لازم نقول أنه في عنا روايات ديستوبية اجتماعية شهيرة جدا. نحن في سوريا، وخاصة نتكلم في سوريا وفي مصر والربيع العربي الذي جاء إلى البلاد العربية، أنا لا أقول الوطن العربي وإنما أقول البلاد العربية، أو الأفضل الولايات العربية، تيمنا بالولايات العربية المتحدة المفترضة إن شاء الله. إن شاء الله. إيه نعم. فنعود والعود أحمد إلى الفكرة، لأن السكرة قد جاءت. فكنا في موضوع التخطيط. ما التخطيط؟ إيه نعم. فالإنسان إذا ما قرأ مثلا عن الرواية، لازم أعرف الرواية الفانتاستيك كيف تكتب، الرواية الديستوبية كيف تكتب. العالم العربي الآن لا يكتب روايات نقدية، يعني إذا كتبنا على الفيسبوك منشور نقدي للإصلاح، مثلا إصلاح بين الفصائل، إصلاح بين المذاهب الفكرية، المذاهب العقدية، المذاهب الأدبية، النقد هو أول طريق للإصلاح. النقد حتى لو كان بالتشهير، في ناس يعني بتزعل وتغضب انه لا تشهر بكذا ولا تشهر بكذا وتشهر بكذا. يا اخي انت لست ربا تحاسبه، لكن النقد هو الطريق واللبنة الصحيحة الاولى لبناء مشروع ناجح، والذي قتلنا الآن سواء على المذهب الأدبي الآن وعلى المذهب الأدبي أو المذهب الديني، الإقصاء. الإقصاء يعني حتى نوصل الفكرة باختصار بجملة واحدة، أوروبا لم تنجح في
ثورتها الصناعية بدءا من القرن التاسع عشر إلا عن طريق الروايات النقدية الديستوبية التي تأتي من عن طريق أيضا الأدب الساخر للموظفين، الموظفين الحكوميين، رئيس الوزراء، الوزراء، حتى رئيس الجمهورية. في البداية عانوا، في البداية راحوا الكثير من الرواد تحت المقصلة وكذا وكذا، لكن النقد هو الذي أوصل أوروبا إلى هذه الدرجة. تماما. طيب خلينا نرجع لفكرة أنه كيف ممكن نحن نختار الشيء اللي نحن بدنا نقرأه. كيف فينا ننصح اليوم المتابعين والمشاهدين؟ كيف أقتني الكتب؟ وأهمية أنه أنا أفكر تماما قبل ما أقرأ. أنا قلت من أحب لونا عليه أن يلتجئ إليه أو عليه أن يعني يقتنيه، يعني فليكن كما قال الشاعر اقتناؤك الكتابة وسيلة تحقق الرغابة. اقتناء الكتاب، أنا إذا أحببت مثلا لطفلي أدب الطفل أو لنفسي الرواية أو لنفسي الشعر أو لنفسي التاريخ أو لنفسي كتاب الفلسفة، فأنا ألتجأ إلى الكتب التي أنا أحبها. أثناء القراءة، أنا قلت ما قبل القراءة، في عندنا أثناء القراءة وفي عندنا شروط القراءة. قبل أن أتكلم أثناء القراءة، ملاحظة، اقرأ إلى الذي تحبه، إلى الكاتب الذي أنت تهواه وتحبه، وإلى الكاتب الذي أنت لا تهواه ولا تعرفه أو بالأصل لا تحبه أيضا اقرأ له. اقرأ ليس بعين الإقصاء، وإنما اقرأ بعين الانفتاح. لا تكن من الذين إذا قالوا شطحوا، ولا من الذين إذا أماطوا ماعوا. خذ من هذا وخذ من هذا، خذ ما صفى ودع ما كدر. أقرأ للكتاب اليهود، أقرأ للكتاب المسيحي من دون إقصاء. أقرأ للحزب السياسي الفلاني، أقرأ للحزب القومي، أقرأ لكل شيء، لكن لدي في النهاية خلاصتي وتفكيري النهائي الذي أنا بيدي أقود دفة مسيرتي الفكرية ومسيرتي الثقافية. أثناء القراءة، عندما أردنا أن نريد، عندما نريد الشروع في القراءة من أول الكتاب، أولا في القراءة يعني نقرأ من أول الكتاب. إذا ما وجدنا سيرة للمؤلف نقرأ أول شيء سيرة المؤلف في أول كتاب وفي آخره. إن ما وجدنا، هون الإنسان مباشرة بيحط إشارة إكس باللا شعور عنده يعني. هذه أولا. الأمر الثاني، نقرأ المقدمة، لأن المقدمة هي فاتحة الكتاب. طبعا كل كتاب له تجديدات. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الفهرس. أنا كثير من الكتب أحيانا بكمشة ما بكون إلا فهرس، وكتب فلسفية. وأنا الآن أكتب بحث في الفلسفة اللغوية في اللسانيات، فيجب أن أطلع على الفلسفة في تاريخ في التاريخ العربي والإسلامي. فوجدت كتاب يعني 500 صفحة وورق غالي والكتاب باهظ، وتصفحته لكن ما وجدت فهرس. كم أحزنني هذا الأمر. يعني كتاب يكلف، يمكن كلف دار النشر آلاف الدولارات، طيب محرم ما يكون في فهرس موجود فقط في أول موجود. كتاب فقط 5 أسطر عن محتويات الكتاب، وبين المحتوى يعني محتويات الفصول، وكل فصل 150 صفحة. طيب هذول ما بدهم فهرس وكذا. هذا الأمر، هذا أنا بكون فكرة عن هذا الكتاب. قلت لك نقرأ الفهرس، العناوين، خطة بحث الكتاب، يعني الفهرس، نقرأ المقدمة في الشروع. أنا كتبت بعض الملاحظات لكن يجب أن أقرأها. نختار أدوات للقارئ مثل قلم وصفحة. الذي يقرأ هكذا المجرد، القراءة عبارة عن أمور، قراءة تسلية، إنسان يقرأ تسلية مثلا شعر أو رواية أو يكتب مثلا لحبيبته أو لمثلا أو للفيسبوك يضع منشور لصديقه، هي أو قراءة سريعة غير هذه، أنا أعتبرها قراءة تسلية. وفي عندنا قراءة اطلاع مثل ما قلت لك، تصفح، وخاصة لطلاب الماجستير والدكتوراه يقرؤون قراءة تصفح الكتاب، يتصفحونه لأن ما عندهم وقت يقرأوا كامل. في عندك القراءة المتمكنة، أنا بسميها قراءة التمكن، يعني يجب عليه أن يختار قلم وصفحة أو دفتر التسجيل ملاحظات مع رقم الصفحة، يعني لأن الإنسان في الأخير القارئ هو مشروع كاتب، قولا واحدا. القارئ هو مشروع كاتب، وإن لم ينمي هذه الموهبة فقد أضاع كنزا ثمينا. الأمر الأخير، نفهم العنوان جيدا ونتعرف على شخصية الكاتب كما قلت في بداية هذا المطاف. هذا أثناء القراءة. عندك عند الشروط، عند الشروع في القراءة،
يعني بلشت بس القراءة. نختصر دكتور لحتى انه ما يدهمنا الوقت. شروط القراءة سريعا. شروط اثناء القراءة، لا تغلق الكتاب مباشرة بل اكمله رويدا رويدا. بعض الناس بتمل. الامر الثاني، لا تغضب ان رايت انا ان قرات لمستشرق الماني او لكاتب في الوطن العربي انه كافكار ذكرت اختلاف، لا تغضب، لا تغلق الكتاب، اكمل. اذا ضايقت اغلقه وبعد إليه. بعد ما تروق الانسان ويشرب فنجان قهوه اكمله. هذا الامر. الامر الذي اود ان اذكره ايضا، لا تشخبط على الكتاب كملاحظات او ك يعني ممكن بالقلم الرصاص بالخفيف، لان الكتاب انا بالنسبه الي انا اعتبره مقدس. كتابي او كتاب غيري او كتاب من اختلف معه في القضيه او في الراي، يبقى الكتاب هو كرامه، هو كرامه له. يعني تصوري مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، انا اسميه يعني هو شيخ العربيه وانا اسميه الجاحظ الصغير، يعني توفي وبينه وبين العقاد نزاع، لكن بعدما توفي العقاد أثنى عليه. ولو تعرفي يعني كمية النزاع، لكن لا مجال للحديث. بينه وبين طه حسين، لكن عندما توفي الآخر، الآخر الثاني امتدحه وامتدح الكتاب. يعني الكتاب، يعني وخاصة على الفيسبوك، الرواية للكاتب الفلاني للرواية الفلانية تلاقي يا حرام كامش هالمضلل هالأصفر هذا طيب. والصفحة مروحة. أي من بعد النصائح خلينا نعم. سريعا لأنه داهمنا الوقت. نعم سريعا طبعا. جدا المكتبة المنزلية كيف نختارها، نقتني الكتب فيها، أدي هذا الأمر مهم لأطفالنا. في عندي كتاب كيف تحفظ القرآن الكريم، طبعت ألف نسخة، والآن مؤسسة الأمة في مصر بعد أن ترجم، بعد أنا شخصيا قمت بترجمته إلى اللغة الإنجليزية والألمانية، سيطبعونها بآلاف النسخ إن شاء الله. وضعت فيه كيف تحفظ القرآن الكريم. طبعا هو يعني بعض الناس قالوا ليش إنه القرآن، القرآن هو النموذج وهو لكل كتاب ليس فقط القرآن، هذا للحفظ غير القراءة والاطلاع. وذكرت فيه بالنسبة لسؤالك أنه لطفلك عليك أنت أيتها المرأة أيتها الأم أيها الأب أن تقتني لطفلك كتاب مع لعبة الأطفال أو مع الهاتف أو كذا، لأن أغلبية أطفالنا عن طريق الهاتف وعن طريق هذا الأمر. فحاليا نحن في العالم العربي لا يوجد عندنا تأليف مثل أوروبا. تصوري كتب الأطفال في أوروبا، هذا كتاب الأطفال وحاطين مكانات أو خلينا نقول سماعات همبريونية بحيث إذا قرأت الجملة تسمعها من الجهاز. في العالم العربي قليل ويكاد يفتقد، لأن هذا العمل طبعه يكون باهظا. هذه هي النقطة. فمن لم يقتني مكتبة أنا أعتبر أن بيته فقير، مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، البيت الذي لا يقرأ فيه سورة البقرة تحضره الشياطين. جميل جدا، يعني أمر مهم جدا. تحدثنا قبل قليل مع المتابعين أسعار الكتب الباهظة، أيضا بيكون في مانع بهذا الموضوع، لكن اليوم حتى ممكن نحن، وأستذكر هذا الموضوع بأيام المراهقة كان من الصعب مثلا أحصل على كتاب، لكن كنت أستعير مثلا، موضوع أنه الاستعارة الكتب المستعملة أيضا تباع، ففي الكثير من الأفكار ممكن من خلالها نرجع نقرأ. أتمنى لو كان الوقت أطول أستاذ عبد الرزاق، لأنه فعلا الموضوع مهم جدا ويطول الحديث فيه، لكن بدي أتشكر كل جزير الشكر عبد الرزاق حاج مصطفى، كاتب في العلوم الأدبية والدينية. شكرا جزيلا لحضرتك.